Determination of the antimicrobial susceptibility. As we said before, that the first process for the selection of the antibiotic, we need to determine the pathogen. أول شيء لازم إحنا نحدد الباثوجين، بعدين نسوي الـ antibiotic sensitivity test. هاي الـ antibiotic sensitivity test حتى تحدد لنا الـ ability of the antibiotics to kill the pathogen أو نشوف إن الـ responsiveness مال الـ organisms إلى الـ antibiotic. فاحنا عندنا قسم من الاورجانيزمز مثلا الستريبتوكوكس بايوجينس اللي هي جرام بوزيتيف بكتيريا تصيب اكثر شيء الريسبيراتوري تراكت او النيسيريا مينينجيتايتس اللي هي ايضا نوع من انواع الجرام نيجاتيف كوكاي هذيك جرام بوزيتيف كوكاي ستريبتوكوكس بايوجينس والنيسيريا مينينجيتايتس اللي هي جرام نيجاتيف كوكاي واللي سبب لنا مرض المينينجيتايتس. هذه النوعين لها دائما predictable susceptibility pattern to certain antibiotics. يعني الانتيبيوتكس اللي تشتغل على النيسيريا مينينجيتايتس او ستريبتوكوكس بايوجينس تكون predictable معروفه السسبتبيليتي بروفايل مالتها، لكن عندنا الكثير من انواع البكتيريا there are lots of bacteria show unpredictable susceptibility pattern and كثير من انواع البكتيريا يكون السسبتبيليتي باترنز مالتها او مدى تحسسها للانتيبيوتك ان predictable. فهذا النوع من البكتيريا تحتاج الى susceptibility testing to determine the appropriate antimicrobial agent. فاحنا مثل ما ذكرنا بانه أول خطوة حتى نسوي selection الانتيبيوتيك قبل ما ناخذ sample من المكان اللي بي infection قد يكون cerebrospinal fluid قد يكون blood قد يكون synovial fluid قد يكون pleural fluid أي نوع من هذه الفلويد احنا ناخذه وبعدين ندخل blood test حتى نحدد نوع الباثوجين. قسم من الباثوجينز إلها predictable susceptibility patterns يعني معناتها أنه الانتيبيوتكس اللي تشتغل عليها معروفة susceptibility profile يكون معروفة. ليش؟ لأنه هذه البكتيريا بعد ما منامي عندها resistance للانتيبيوتك أو the resistance to the antibiotic is still developing يعني بعدها ما عندها ذاك degree من resistance، فبالتالي نقدر نعرف أنواع معروفة أنواع الانتيبيوتكس اللي تشتغل عليها. من ضمن البكتيريا اللي تقع من هذا النوع من السسبتبيليتي بروفايل هي الستريبتوكوكس بايوجينس والنيسيريا مينينجيتايتس. الستريبتوكوكس بايوجينس اللي هي عباره عن جرام بوزيتيف كوكاي والنيسيريا مينينجيتايتس هي جرام نيجاتيف كوكاي. هذه النوعين من البكتيريا السسبتبيليتي بروفايل مالتها يكون بريدكتبل، لكن عندنا انواع اخرى من البكتيريا يكون السسبتبيليتي بروفايل ان بريدكتبل يعني show unpredictable susceptibility pattern، وبالتالي حتحتاج إلى نسوي لها susceptibility testing يعني نحتاج إلى أنه نسوي antibiotic sensitivity test أو نسوي susceptibility testing حتى نعرف مدى فعالية الانتيبيوتيك تجاهها. لأنه قسم من أنواع البكتيريا خلال تعرضها للأنتيبيوتيك خلال ما تتعرض إلى selection pressure للأنتيبيوتيك فهذه يبدي يكون عندها فد resistance للأنتيبيوتيك، وهذه بالتالي حيكون susceptibility pattern مالتها يكون unpredictable فتحتاج إلى الأنتيبيوتيك sensitivity testing. بالإضافة إلى الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيستينج نحتاج إلى نعرف المينيمم انهيبيتوري كونسنتريشن والمينيمم بكتيريوسيدال كونسنتريشن، لأنه مثل ما نعرف أنه البكتيريا قد يكون تأثير أنه الانتيبيوتيك قد يكون تأثير بكتيريوسيدال أو بكتيريوستاتيك. البكتيريوستاتيك هو الانتيبيوتيك ذات بريفنت جروث أوف ذا أورجانيزم ويزاوت كيلينج إت يعني بس مجرد أنه قللنا الجروث بدون ما تقتل المايكرو أورجانيزم. بعد بكتيريوسيدال إت إز ذا إيجنت ذات كيل ذا بكتيريا. فالبكتيريوستاتيك دراجز إلها فت كونسنتريشن اسمه المينيمم انهيبيتوري كونسنتريشن أو ما يطلق عليه باسم MIC المينيمم انهيبيتوري كونسنتريشن هو المينيمم كونسنتريشن المينيمم انهيبيتوري كونسنتريشن lowest concentration that prevent visible growth of the organism within 24 hours of incubation. يعني احنا هنا عندنا واحد من الستاندرات اللي نعرف بها البكتيريا
بكتيريوسيدال دراجز، البكتيريا او البكتيريا ستاتيك دراجز. البكتيريا ستاتيك دراجز هو الدراج ذات فيل تو كيل ذا اورجانيزم اند ات مايكرو اورجانيزم، اور ات از ذا دراج ذات جاست بريفنت جروث اوف ذا اورجانيزم. شلون نعرفه؟ انه نسوي انكيوبيشن للبكتيريا ويا الانتي بايوتيك، يعني نحط الانتي بايوتيك ويا البكتيريا فتره 24 hours. اذا ما صار عندنا كيلينج يعني معناته انه هي وصار عندنا توقف بالنمو، فبالتالي حيكون عندنا بكتيريا ستاتيك. للبكتيريا ستاتيك اكو في التركيز يسموه الام اي سي او المينيمم انهبيتوري كونسنتريشن، هو المينيمم كونسنتريشن ذات از ريكواير تو بريفنت جروث اوف ذا بكتيريا، اقل تركيز نحتاجه حتى نوقف النمو مال البكتيريا. شوكت افتر انكيوبيتنج ذا بكتيريا وذ ذا انتي بايوتيك فور 24 اورز، يعني اقل تركيز نحتاجه حتى نوقف نمو البكتيريا بعد ما يتم تحضين البكتيريا ويا الانتي بايوتيك لمده 24 ساعه. بالنسبة للبكتيريوسايدال دراكس، هي الدراكس that kill the bacteria and we have for the bacteriocidal drugs what is called minimum bacteriocidal concentration اللي هو MBC، هو lowest concentration that is required. Lowest concentration that results in 99.9% decline in colony count after overnight broth dilution incubation. هنا هي أقل تركيز إحنا نحتاجه من الانتيميكروبيال agent. Minimum bactericidal concentration, minimum concentration of the antimicrobial agent that kill about 99.9% of the of the bacteria. اللي يقتل حوالي 99.9% من البكتيريا، أو اللي يؤدي إلى نقصان 99.9% من الكاونت، يعني من الكولوني كاونت after بعد ما نسوي له incubation for overnight with the dilution incubations. هذه after overnight broth dilution incubation. البروث dilution incubation يعني معناته انه انت عندك بروث ميديا، هذا البروث ميديا تحط بيه الانتيبايتك في different concentrations وبعدين تسوي له incubation ويا المايكرو اورجانيزم for overnight. ورا يوم كامل تجي تشوف النمبر اوف ذا colonies او الفيبل colonies. فالكولوني كاونت بالنسبه للبكتيريوسيدال دراج لازم يقل بنسبه 99.9%، يعني فقط 0.1% من عندها تكون موجوده. 0.1% يعني معناته من كل 1000 كولونيز فقط وحده ممكن انه تعبر. هذا بذاك الوقت نعتبره انه صار عندي كيلينج افكت. التركيز اللي يعطيني هذا الكيلينج افكت اسميه بالبكتيريوسيدال كونسنتريشن. ثانك يو فيري ماتش فور يور لسننج.